علاقتك بجسمك هي العلاقة الوحيدة اللي هتفضل مكملة معاك لحد الآخر. من قريب قوي ابتديت ان انا احس بجسمي واحتياجاته واخد بالي منه، لان للأسف واحنا صغيرين محدش كان بيعرفنا قد ايه الموضوع ده مهم جدا. ولما كبرت اكتشفت ان انا وجسمي كيان واحد، مش مجرد وسيلة بستخدمها وخلاص. جسمي ده هو بيتي اللي مهما حصل هفضل عايشة فيه. زمان علاقتي بجسمي كانت مشوهة تماما، كنت باكل اي حاجة وبسهر لأي وقت ومش بسمع له لما بيكون عايز يرتاح. وعشان استريح جوه جسمي كان لازم انسى كل الرسائل المشوهة اللي كانت بتوصلني من وانا صغيرة. وعشان انا بنت فكان دايما عندي احساس ان جسمي ده مش بتاعي، لان لازم يبقى شكله معين عشان الناس، ولازم ابقى في وزن معين عشان الناس، ولازم البس لبس معين عشان الناس، ودايما خايفة لا يحصل لي حاجة. وفي بعض الاحيان كنت بوصل لمرحلة ان انا بقيت بكرهه، وما تعلمتش برضو ان انا احافظ على صحتي. يعني في الاول كنت باكل اللي انا عايزاه واي حاجه قدامي من غير تفكير. وبعدين لما كبرت شويه في اول الالفينات كده كان في الترند بتاعه ان احنا لازم نبقى رفيعين قوي 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 قوي، وبعدها كانت الترند دي كل شويه بتتغير، وطبعا انا وبنات كتير جدا كنا بنحاول ان احنا دايما نمشي عليها. فبقيت بقى بركز في الاساسيات، اتعلمت ان في حاجات معينه جسمي محتاج ياكلها وحاجات تانية مش لازم خالص ياكلها عشان صحتي. اتعلمت ان لما جسمي يتعب يبقى محتاج راحة اخد اجازة من اللي بعمله، يعني مثلا ممكن افكس خروجة كنت متفقة عليها عشان بس اهدى وارتاح واخد نفسي. وقاعدة عامة حد قالها لي، ان الوحش اللي هتعمله في جسمك دلوقتي جسمك هيطلعه عليك 10 أضعاف لما تكبر شوية. قبل ما نام بفكر نفسي ان انا بحبني بعيوبي وبالحاجات الحلوة الوحشة اللي فيا، تخنت بقى، خسيت، تعبانة، كويسة، ايا كان. وطبعا ما ننساش ان النوم الكويس هو اهم حاجة لجسمنا، والاهم انكم دايما تخلوني اخر حاجة تشوفوها قبل ما تناموا. Good night.